قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة قائمة، وكلف اللجنة التنفيذية للمنظمة بالعمل على تجسيد إقامة الدولة وتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بالدولة الفلسطينية. وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزنعون في نهاية مشاورات استمرت يومين إن المجلس المركزي قرر الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 4 من يونيو سنة 1967، بناء على أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.